أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نشرة هذا المساء. أحداث دراماتيكية متلاحقة تشهدها الساحة السياسية الأمريكية، فبعد أن صدق نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس على نتائج الانتخابات خلافا لرغبة الرئيس دونالد ترامب، يعتزم الأول المشاركة في مراسم تنصيب الفائز الديمقراطي جو بايدن عوضا عن ترامب الذي سيتغيب عنها. لكن الأمر لا يتوقف هنا، فخصوم ترامب الديمقراطيون تتقدمهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يسارعون الخطى لمساءلة وعزل ترامب، محاولين إقناع بينس بتفعيل المادة 25 من الدستور، خطوة رفضها بينس لكنه لم يستبعدها تماما. حتى وإن لم يعزل ترامب الذي تبقى على رحيله 10 أيام فقط، ما هي الخطوات التي يمكن إجراؤها ضده من قبل خصومه للحؤول دون إعادة ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024؟ وما هي الآثار بعيدة الأمد للحالة السياسية والاجتماعية التي خلفها عهد ترامب؟ وهل من الممكن أن تغير وجه الولايات المتحدة كما نعرفه اليوم؟ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يواجه نهاية قد تكون مأساوية لولايته، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، أحداث أسفرت عن اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره التي سيكون لها تبعات على أمريكا، ليس فقط على صورتها الخارجية ولكن في داخل مجتمعها. الضغوط تشتد على ترامب، والديمقراطيون يعدون تشريعا لمساءلته تمهيدا لعزله مع وجود 180 داعما، بينما لم تستبعد وسائل إعلام أمريكية أن يحاول ترامب إصدار عفو عن نفسه لكي لا تتم مساءلته عن اقتحام الكابيتال، عفو لم يصدره أي رئيس للولايات المتحدة من قبل. أعتقد أن أفضل طريقة لبلدنا هي أن يستقيل الرئيس ويغادر في أقرب وقت ممكن. أقر بأن هذا قد لا يكون مرجحا، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون أفضل. لا يبدو الأمر كما لو أن هناك إرادة أو إجماعا لممارسة خيار التعديل 25، ولا أعتقد أن هناك متسعا من الوقت للقيام بالمساءلة. هناك 10 أيام متبقية قبل مغادرة الرئيس على أي حال. أعتقد أن أفضل شيء سيكون هو الاستقالة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن دونالد ترامب غاضب من نائبه مايك بينس أنه لم ينفذ ما طلبه منه بعرقلة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن. ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مقرب من بينس أنه يستبعد التوجه نحو تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب، وأنه قد يلجأ إليه في حال ازداد الرئيس الأمريكي تهورا. ويرى مراقبون أن ترامب اختار الخاتمة التي تناسب طبعه ومسيرته الشخصية والسياسية، وأطلق العنان لمجموعة من مناصريه الراديكاليين الذين أرادوا تغيير نتائج الانتخابات بالقوة. وانتقد بعض المحللين السياسيين سياسة التعامل مع أنصار ترامب المقتحمين، وتساءلوا عن الكيفية التي كانوا سيتعاملون بها لو كان المقتحمون من السود أو المكسيكيين أو العرب. وبالنسبة للبعض، فإن أحداث الكونغرس الأمريكي لم تكن مفاجئة، بل بلت لكثيرين من المتابعين أنها نتيجة منطقية لسياسات ترامب. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أوليفيرا فوفيتش، الخبير العسكري والأمني وضابط احتياط في الاستخبارات الإسرائيلية. كما ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن بروفيسور جابرييل سوما، بروفيسور في القانون الدولي، ومن نيويورك عبر سكايب دكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي والعضو في الحزب الديمقراطي. دكتور مهدي، أبدأ معك، ما هي برأيك فرص نجاح الديمقراطيين في ملاحقة ترامب، سواء عبر عزله في مجلسي النواب والشيوخ أو إقناع نائبه مايك بينس بتفعيل المادة 25 في الدستور والتي تعطي بينس الصلاحيات لعزله؟ تحية إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. في الحقيقة محاولة عزل ترامب تقف عائق أمامها التوقيت. 10 أيام ليست بكافية، لكن يمكن لنانسي بيلوسي مع مجلس النواب استصدار مشروع ما يسمى العزل، وهو الامبيتشمنت، وسيكون ترامب الرئيس الوحيد الذي تم يعني توجيه الاتهام له عن طريق الكونغرس مرتين. كون أن يتم الموافقة عليه من السنت أو من مجلس الشيوخ سيكون صعبا، ولكن هذا ما حدث في المرة الأولى بالطبع. محاولة إقناع بينس
أن يوافق على استخدام المادة 25 الفقرة الرابعة منها، وإقناع، لابد من إقناع، ليس بنس فقط، لابد من إقناع على الأقل 8 يعني وزراء في إدارة ترامب. ستكون من الصعب لأنهم اعتقدوا أن ترامب انتهى بالفعل. لذلك يمكن أن نرى غدا نانسي بالوسي تتقدم بهذا المشروع فقط لإثبات أن ترامب لا يصلح، وحتى لو لم يتم الوصول إلى موافقة من السنة ستكون المرة الأولى في التاريخ أن يتقدم ضد رئيس أمريكي مرتين في محاولة عزل. طب دعني أنتقل إلى بروفيسور جابرييل. يعني اليوم نتحدث عن آخر حصون ترامب، نائبه مايك بينس أولا صدق على انتخابات الرئاسة، وثانيا يعلن أنه سيحضر مراسم تنصيب بايدن. ما الذي تبقى، ولا يستبعد طبعا اليوم عزل الرئيس الأمريكي، ما الذي تبقى لترامب وأنصاره؟ والبقية لترامب 10 أيام، وأنا أوافق مع الزميل الكريم الأستاذ عفيفي في تحليله بأنه من الصعب جدا صدور قرار من قبل المجلس النواب ومجلس الشيوخ. قد يصدر قرار من مجلس النواب ولكن يقتضي موافقة مجلس الشيوخ على ذلك، وأعتقد أنه الوقت أصبح قصيرا جدا وليس بالإمكان الحصول على قرار من مجلس الشيوخ، خصوصا وأن مجلس الشيوخ يجتمع في 19 يناير. هذا ما قرره مجلس الشيوخ ب100 صوت، ولذلك إذا قرر مجلس الشيوخ الاجتماع مرة ثانية لازم 100 عضو في مجلس الشيوخ يقررون تغيير الموعد من 19 شهر إلى قبل ذلك. السبب الرئيسي هو لأنهم لا يريدون، يعني الحزب الديمقراطي لا يريدون أن يجدوا ترامب مرشحا ثانيا سنة 2024. أعتقد أن ذلك هو السبب. سنأتي أكثر على هذه النقطة سيد جابرييل. نعم، أتحول للسيد أوليفييه. سيد أوليفييه، سمعت ما قاله دكتور مهدي، نتحدث هنا عن أحداث لم تشهد الولايات المتحدة مثلها في تاريخها، رئيس يمكن أو على وشك أن يتعرض للمساءلة للمرة الثانية، وأيضا منبوذ داخليا، ممنوع من الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الذي سيخلفه. هذا كله ماذا يعكس برأيك؟ مساء الخير. أنا أريد أن أقارن بين ما يحدث اليوم وما حدث في الماضي في الولايات المتحدة. أنا أتحدث اليوم عن أمور غير مسبوقة وخطيرة في التاريخ. أنا لا أوافق، علينا أن لا ننسى أنه في الماضي قتل في سنوات 60 الرئيس كينيدي. هذا كان في أوج الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، هذه الدولة العظمى لم تسقط. اليوم أيضا الذي حدث هو حدث خطير، لكنه ليس حدثا يغير الواقع الأمريكي. السياسة الداخلية في الولايات المتحدة والإعلام المعادي لترامب، وهو إعلام معادي لترامب منذ دخوله إلى الحكم، يحاولون خلق حالة من الكارثة، وكأن الولايات المتحدة ستواجه كارثة حتمية وقريبة. علينا أن نهدأ، هذه دولة عظمى، ومن يعتقد اليوم أن الولايات المتحدة لن تستمر بأن تكون دولة عظمى فهو مخطئ لسببين: لأنه لا توجد دولة أخرى يمكن لها أن تستبدل الولايات المتحدة، لا الصين ولا روسيا ولا أي دولة أخرى، لذلك هذه الدولة العظمى مستمرة في طريقها. الأمر الثاني هو أنه حدث في إمبراطوريات أن تشهد هذه الإمبراطوريات أحداث قاسية لم تغير الأمور. وردا على سؤالكم، أنا أعتقد أنه إذا ما أصر ديمقراطيون اليوم على الاستمرار بالمس ب 74 مليون أمريكي صوتوا لدونالد ترامب، فهذا يعني أنهم يسيرون باتجاه ترسيخ هذا الانقسام حتى بعد دخوله إلى الحكم لجو بايدن، وهذا أمر غير صحي بالنسبة للولايات المتحدة وغير صحي بالنسبة للشعب الأمريكي. أمر آخر، أعتقد أن دول كثيرة الآن تنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة
وإيران على سبيل المثال ترى بما حصل أمرا إيجابيا. لذلك أنا أريد أن أقول أن أمريكا بقيادة ترامب كانت ضد النووي في إيران، وأنا أميل للفكر أن أمريكا تحت جو بايدن ستعارض النووي الإيراني. الأمريكيون لن يصبحوا غدا صباحا شيعيون أو مؤيدون لإيران فقط لأن ترامب يغادر البيت الأبيض. لذلك من المهم اليوم ونحن ننظر من الخارج أن نحافظ على نظرة خارجية باردة وأن لا ندخل في تفاصيل ودهاليز السياسة الداخلية الأمريكية، لكن أمريكا تبقى أن تكون الديمقراطية الأقوى، والذي حدث حدث لكنه لا يغير الواقع. دعني أنتقل إلى الدكتور مهدي عفيفي، واستكمالا للأفكار التي تحدث بها ضيفي هنا، يعني هل سيستمر الديمقراطيون اليوم وحتى بعد تنصيب بايدن في المضي قدما في إجراءات ضد ترامب لمنعه للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد ما صار موقف الديمقراطيون أقوى في مجلس الشيوخ بعد انتخابات جورجيا؟ ضيف هنا يقول أن الاستمرار في هذه الإجراءات ضد ترامب هو غير صحي للولايات المتحدة. أولا لا أعتقد الكلام ده صحيح. دعني أتكلم يعني أحد داخل المطبخ وعملته في الحزب الديمقراطي وعملته في يعني في أروقة هذا المعقل. أنا أتفق تماما، الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى ولن تبقى دولة غير عظمى، وأكبر دليل أن في خلال ساعات تم التخلص ممن هجموا على البيت الأمريكي بيتنا الذي هو مقدس لدينا، وفي خلال ساعات صمم الكونغرس كلا الديمقراطيين والجمهوريين على إتمام المشروع القانوني. ما أراه عكس ما يقوله ضيفك على الإطلاق، أن حتى تستمر الديمقراطية الأمريكية لابد من مساءلة واحد مثل ترامب. ترامب أتى وضرب بعيد الحائط كل القيم والأخلاقيات الديمقراطية والأمريكية. ترامب كان يقارب أن يكون ديكتاتورا، فلذلك لا أعتقد أن المقاربة يعني تصلح. ترامب لابد من مساءلته قانونيا، وسيتم مساءلته والأيام بيننا، وليست المسألة ديمقراطية وجمهورية. نحن رأينا أقرب الأقربين له بنس، ميتش ماكونل، جرام، كل العقلاء من الجمهوريين رأوا أن هذا الرجل تخطى الخطوط التي تهدد الديمقراطية الأمريكية وتهدد اللحمة الديمقراطية. ترامب شخص وليس يعني بأمة. ترامب التصويت لم يتم لترامب كشخص، أكثر من 70 مليون صوتوا كالعادة لمن يفهم في السياسة الأمريكية للحزب الجمهوري. فصديقنا العزيز من نيوجيرسي يعلم أنه سيصوت جمهوريا حتى لو كان قرد في البيت الأبيض. لذلك ترامب له مجموعة من الترامبيين، ورأينا أشكالهم وما قاموا به، وهذا مرفوض من المجتمع ككل. محاولة تصوير أن ترامب كان ضده الإعلام، هذا يعني ما يكرره يعني فقط الجمهوريين المتشددين، لأن الإعلام لم يكن أبدا ضد ترامب، ماذا عن فاكس نيوز التي كانت تكرر والبغاوات التي تكرر أكاذيب ترامب. كل العالم رأى ما قام به ترامب، وأعتقد أنه لابد أن يعاقب حتى تكون هناك ديمقراطية أمريكية حقيقية، ولا يأتي لنا واحد أقوى وأكثر يعني تحكم من ترامب. أخطاء ترامب حتى في الانسحاب من الاتفاق النووي، انسحب بطريقة خاطئة أدت اليوم أن إيران أصبحت تهديدا في المنطقة العربية بأجمعها، أصبحت لديها صواريخ متوسطة المدى، إيران أصبح لها تخصيب يورانيوم لم يمكن أن يصل إلا بسبب انسحاب ترامب غير المسؤول وابتعاده عن المجتمع الدولي. نعم، سوف أعطي الفرصة لبروفيسور جابرييل. بروفيسور، أنت تتابع هذه الزوبعة التي تجرى مؤخرا من منع ترامب وحظره في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أصوات أمريكية حتى جمهورية شككت في قدراته العقلية وقالت أن هذا الرجل لا يجب أن يملك الصلاحيات على الحقيبة النووية. هل هذا كله ما أثير يستند إلى حقائق ووقع، أم أن هناك محاولة لشيطنة ترامب أكثر من اللازم؟ يا أعتقد بأن هذه المحاولة كما تفضلت ذكرت صحيحة. علينا أن نتذكر دائما أن أمريكا بالدرجة الأولى هي مؤسسات أكثر مما هي شخصيات. يعني إذا كان هناك عتب على الرئيس ترامب فيما كان يقوله في السابق، هذا لا يعني أن مؤسسة الرئاسة عفنة في الولايات المتحدة، بالعكس أمريكا سوف تكون أقوى مما كانت عليه. علينا أيضا أن نتذكر
تتذكر بأنه مهما يعني كان رأيك في ترامب، هناك 74 مليون شخص صوتوا له، إن كانوا من الحزب الجمهوري أو إن كانوا من الترامبست الذين يعني يحبون ترامب. لذلك أعتقد بأن هذه طالما بقي له 10 أيام في الحكم، هذه ما يقوم به الحزب الديمقراطي، نانسي بيلوسي، تشاك شومر، لا أعتقد بأن سوف يكون له تأثير كثيرا. ترامب سوف يصبح رجل عادي وسوف يقوم بأعمال تجارية كما عاهدناه في السابق، ولم يعد السياسي الذي كان يحكم أمريكا لمدة 4 سنوات. ولكن ماذا يحصل منذ الآن إلى سنة 2024؟ لا ندري، قد يقرر البقاء وقد يقرر أن يعزل نفسه من السياسة. وهذا ما سأنتقل فيه إلى ضيفي هنا في الاستوديو. يعني البروفيسور جابرييل يقول أنه رغم ما يقال عن ترامب، لا يمكن تجاهل النصف الناخبين الذين صوتوا له وشعبيته الغير مسبوقة والتي تمثلت باقتحام الكونغرس أخيرا في هذا المشهد الدرامي في الولايات المتحدة. ما الذي يخبرك هذا حول مستقبل السياسة الأمريكية حتى بعد انتهاء عهدة ترامب القريبة؟ أنا أريد أن أقول كأحد ينظر من الخارج، أنا أسمع الكثير من الكراهية ومن العنفوان والعدوانية من الديمقراطيين الذين سيصبحوا الإدارة بعد عدة أيام. الرئيس سيكون ديمقراطيا، وجيد أن الديمقراطية الأمريكية لا زالت فاعلة. من المهم أن ينتظروا عدة أيام لكي يهدئوا الأمور ولا يثيروا التناقضات والتنافرات. هذا مهم للديمقراطية ولكل ديمقراطية، أن تقوم شبكة التواصل الاجتماعي وهي شركة خاصة بملكية خاصة لديها أهداف اقتصادية خاصة أن تقرر ما هو الجيد وما هو السيء. قرروا أن ترامب لا يستطيع استخدام شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أنا غدا سأقرر أن فلان أو فلان آخر لا يمكن لهم أن يستعملوا هذه الشبكة أو غيرها ولأن أراهم لا يروق لي. كيف ستكون الأمور؟ ماذا سيكون القانون؟ هذه الأمور تتداخل بشكل مثير للعدوانية وللعنف. نحن نرى نوع من فقدان السيطرة الطوعي في فرنسا في العام 1968. كانت هناك مقولة في الشارع في باريس، هذه المقولة كانت تقول يجب عدم حظر أي شيء. أنا أقول أنه يجب أن يدعوا الأمور تسير، أن يدعوا للناخب أن يقرر. ترامب خسر الانتخابات، جاء شخص آخر، يجب إعطاء الأمور مكانها وأن تسير بشكل طبيعي. نحن نسمع هناك أشخاص في الولايات المتحدة يخشون من أنه في يوم القسم ستكون هناك أحداث. هذه الأحداث قد تأتي إذا ما كانت هناك الآن مناكفات وتناقضات. كشخص يثمن الديمقراطية الأمريكية، من المهم أن تهدئ الأطراف الأمور بدلا من البحث عن عملية إطاحة لن تتم من وجهة نظري بسبب عامل الوقت. دكتور مهدي، أريد أن أنطلق من النقطة التي ذكرها سيد أوليفييه. إلى أي مدى تتوقعون حدوث أحداث شبيهة باقتحام الكونغرس؟ لأن هناك مجموعة من أنصار ترامب تتوعد بالاحتجاج مرة ثانية يوم تنصيب بايدن. الاحتجاج حق طبيعي للديمقراطية التي نحاول أن نحافظ عليها. في هناك فرق بين الاحتجاج وبين ما رأيناه. ما رأيناه لم يكن احتجاجا، كان اغتصابا للدولة الأمريكية، اغتصابا للمكان المقدس، وهذا غير مقبول. وأكثر من انتقدوا هذا كانوا الجمهوريين على رأسهم بنس وغرام، وكانوا في قمة الصرامة. لذلك محاولة تصوير أن هذا شيء ضد الديمقراطيين والكراهية، من أنشأ الكراهية وخطاب الكراهية بدأ مع ترامب الذي قسم الدولة إلى من معه ومن ضده. نرى بايدن يتكلم يقول أنا رئيس لكل الأمريكيين، فلذلك لابد أن نكون عقلانيين. خطاب الكراهية في أي دولة يتسبب في هذه المشكلة. خطاب الكراهية بدأه ترامب
وأسخنه، وكان يعمل يحدث هذا مع الأسود والملون وغير الأبيض، هو الذي كان يؤيد الجماعات الإرهابية الداخلية التي صنفها الـ FBI وصنفتها المؤسسات الأمريكية أنهم إرهابيين داخليين وهم أخطر على الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهاب الخارجي. الرئيس ترامب وقف ودعم مجموعة إرهابية الـ Proud Boys، يعني دعنا نكون عقلاء، هذا الرجل هو الذي تسبب في هذه المأساة، ولا أعتقد المسألة أن الديمقراطيين يكرهونه، إنما كان هناك دائما جمهوريين واعتدنا عليهم وعملنا معهم في اختلاف الآراء في مصلحة الدولة، لكن ترامب كان يتعامل مع أنها مؤسسة خاصة به وأنه الملك الخاص ويرفض أي حد ينتقده، كما رأينا كما فعل مع بنس، يريد أن يكون الجميع مكبلين الأيدي والأفواه ولا يريد أن يكون هناك رأي آخر. ليست هذه هي الديمقراطية، هذه الدكتاتورية التي كان يريدها ترامب، ويريد أن كل من يعمل معه من ذوات الثقة ومن يعطيه الولاء وليس من يعطي مصلحة الدولة، وهذا السبب فيما يحدث الآن من جائحة كورونا مثلا. فلذلك التعويل أن ترامب كان رئيسا حقيقيا وأنها مسألة كراهية من الديمقراطيين، هذه ليس لها أي أساس من الصح. طيب دعني أنتقل إلى البروفيسور جابرييل، يعني شرائح كثيرة من حزب دونالد ترامب الجمهوري وفي مقدمتها رئيس الأغلبية الجمهورية ميتش ماكنويل تخلى عنه في المقابل، ما تزال هناك أوصال جماهيرية تساند ترامب، ما الذي يخبرنا ذلك عن مستقبل الحزب الجمهوري اليوم؟ هل سينقسم ليصبح حزبان أم سنشهد نشوء حزب جديد يوازي هذا الحزب؟ لا شك بأن الحزب الجمهوري منقسم في الوقت الحاضر، المجتمع الأمريكي بشكل عام منقسم، إن كان على صعيد الديمقراطيين versus الجمهوريين أو على صعيد الجمهوريين ضد الجمهوريين. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما حصل لترامب، لم يحصل لأي رئيس قبله، يعني قبل أن يستلم الحكم أثناء ترشحه سنة 2015 و2016 كانت القيادات من الحزب الجمهوري ومن الحزب الديمقراطي تتجه نحو محاربته، يعني أكثر من أنه الرئيس أوباما حضر اجتماع وكان جو بايدن بالاجتماع يدرسون كيف يحاربون أو كيف يتجسسوا على ترامب وعلى الانتخابات، وهذا ما حصل لمدة سنتين ونص. عينوا يعني شخص محقق لمدة سنتين ونص يحاربوا ترامب ووجدوا بأنه لم يعمل أي شيء، حاولوا عزله من قبل مجلس النواب وأحيلت الدعوة إلى مجلس الشيوخ ولم يفلحوا في ذلك، لذلك استغلوا فرصة الوباء الكورونا وغيروا قوانين الانتخابات في الولايات. لكن سيد جبريل، قبل أن نذهب إلى السيد أوليفيا بجملة لو سمحت، لأن الوقت اقترب على الانتهاء، نريد إجابة على السؤال، يعني هناك بعض التحليلات تعتقد بأن سوف ربما نشهد حزب جديد، حزب ترامبي يوازي الحزب الجمهوري. من الصعب التكهن في ذلك، ولكن الحزب منقسم طبعا. طب توجه إلى سيدة أوليفيا. سيدة أوليفيا، أنت لديك تعقيب حول قضية اقتحام مبنى الكابيتول، وأريد أن أربط ذلك بسؤال له بعد دولي أكثر. رغم كل ما يحصل نلاحظ بأن هذه الإدارة حتى الأنفاس الأخيرة تحقق نقاطا على الساحة الدولية من التطبيع العربي الإسرائيلي وأيضا ملف المغرب الذي تناولناه في القسم الأول من هذا البرنامج، ما الذي يخبرنا هذا أو ما الذي تسعى بالضبط إليه هذه الإدارة وهي اقتربت على الزوال؟ أنا مود سمح على الشلاء زود كي أنا سعيد جدا بهذا السؤال، حينما تخرج من هذا النقاش حول ما حدث هناك إنجازات هائلة لإدارة ترامب، إرث كبير تتركه إدارة ترامب، ومنها التغييرات الدراماتيكية الإيجابية في الشرق الأوسط، وأنا آمل أن تكون هذه فقط البداية. أنا أريد أن أقول ردا على ما
قيل من قبل الضيف الديمقراطي علينا أن لا ننسى أنه منذ اليوم الأول لم يعطى ترامب الفرصة حتى للتنفس، أعطوه الشعور أنه غير شرعي وغير مشروع، والإعلام وحد بما في ذلك فوكس نيوز ادعوا أن هذا الرجل الذي هو مختلف من كل القيادات في الأحزاب الأخرى أنه غير شرعي وأنه يعيق الأجواء العامة. أنا أعتقد أن ما قام به ترامب في الشرق الأوسط هو أمر كبير هائل للشعوب العربية وللشعب الإسرائيلي وللمنطقة. انتهى الوقت، كنت أريد أن أعطي الجملة الأخيرة للسيد عفيفي لكن انتهى الوقت، عذرا سيد عفيفي. يعني إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هذا المساء. شكرا لك سيد أوليفير رافوفيتش، خبير عسكري وأمني وضابط احتياط في الاستخبارات الإسرائيلية، وشكر موصول للدكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي من نيويورك، وأيضا البروفيسور جابرييل سوما بروفيسور في القانون الدولي حدثنا من واشنطن. دقائق قليلة ونعود إلى المناظرة اليومية. إلى اللقاء.